بعد السيد إبراهيم يحيى المدير التنفيذي في جمعية Peace of Arts Executive Director of Peace of Arts Association بكا. أنا بدي أحكي بالفصحى. يسرنا في جمعية Peace of Arts أن نرحب بالحضور الكريم من منظمي الحفل الكرام أعضاء شبكة الثقافة والفنون العربية أكان، معالي وزير الثقافة، الزملاء والزميلات في جمعيات الأهلية والمحلية، الفعاليات عامة، شكرا لحضوركم. منذ انطلاقتنا في جمعية Peace of Arts كان إيماننا كبيرا جدا في نشر الثقافة والفن في مجتمعنا كمفتاح أساسي وأداة لنشر الحرية وتطوير الشعوب ونشر مفاهيم الإنسانية والحضارة والرقي بمجتمعاتنا إلى الأفضل. واليوم نلتقي بأناس مثلنا لديهم نفس الآمال والتطلعات لنتشارك وإياهم مسؤولياتنا نحو مجتمعنا وشبابنا، خاصة في ظل الأزمات الراهنة، وجميعنا يعلق آماله على طاقات الشباب البناء على المستويين الثقافي والفني، إيماناً منا بأن لا حضارات من دون ثقافة وفن، فهما المقياس الواقعي للتطور منذ بداية البشرية حتى يومنا هذا. ونحن في هذا اليوم المميز الذي سوف يرسم بصمة فريدة من نوعها في مجال الثقافة والفن على المستويين اللبناني والعربي، والتي ستكون بداية الحلم الذي سنتشاركه سوية، آملين أن يكون أثره كموجة بحر تكبر وتكبر حتى تصل إلى الملا نهاية. من هنا باسمي وباسم جمعية Peace of Arts ومؤسسي الدكتور مهدي يحيى نشكر الأستاذ قاسم إسطنبولي وفريق عمل شبكة أكان الذين لا طالما كانوا سباقين إلى شمل المثقفين والفنانين اللبنانيين والعرب وبناء جسور التشارك ما بين جميع الفاعلين والناهضين والمؤثرين للرقي بمجتمعنا نحو الأفضل والوصول إلى جيل جديد يؤمن بالفن والثقافة كوسيلة للنهوض بمجتمعنا والرقي أكثر فأكثر بجميع أطيافه وشبابه. دمتم بخير ودامت ثقافتنا وفنوننا في وطننا العربي بألف خير، وبوركت أيادي الفنانين والفنانات والمثقفين والمثقفات حاملين مشعل الحضارة والرقي. شكرا لكم.